يعني العمل اللي كندخل له كنطول شي فيه 3 شهور شهرين كنرجع نجلس. كنهود من السوق كندبر ديك البركه كنجي بحالي بركه داش غتجيب لي كوش غتجيب الحليب تسروا على العائله 20 درهم 25 درهم. الدار اللي ساكن فيها العول كيمرطولي وراك شي ورق ديال الطبيب ديال هاد العائله فين هي هاد الشهر اللي دوزتو هنايا كامله حموريه عينها كتحمر من وجهها مراه كينوض فيها الحرق الحساسيه كلشي كيغمل لي ديك الحوايج راه هما كاملين غاملين. كنجي مع الطلبه اللي كتقطع لي الضو دابا هادي 5 ايام اللي قطع لي الضو عايش بالشمع. ما عملت انا هاد السجوب هذا معكم الا تبسطي يعني قادر نطيح يعني نخلي هاد العول ضحايا وصافي الصراحه. يما وما عندي مريضه طبقه صغيره ما تقدر تخدم ما تقدر تعمل والو. كتجي الصيفيه كتخدم كتخرج الصيفيه كيقول لك الله يعاون هادي معروفه هادي. السلام عليكم، اسمي محمد عبد اللطيف العزوزي، حاليا انا من طنجه متزوج دابا هذه مده 3 سنين والحمد لله يعني كنت عايش بخير في الاول يعني جوج كاي واحد بخير مع راسي ما ناقصت شي حاجه. الامور كانت مستمره في العمل ديالي لكن من العام الاول اللي كانت عندي الزياده الاولى تبنيتها انا بقيت كنضرر يعني العمل اللي كندخل له كنطول شي فيه 3 شهور شهرين كنرجع نجلس. بقيت كنستمر هايداك جلس ديك جلس سبب لي يعني في الكسر وانا في هاديك الكرا هذا يعني الكرا في طنجه كنجبرو يعني 120 130 فوق يعني ما كنقدرش نجمع ديك ما ولا غاداك. عندي المراه ديالي عيانه في فقر الدم هي يعني ما حنتي لا عندي الزياده دبنت بقيت كنضار بزاف. مؤخرا حاليا دابا منشات لي الوالده وهادي يعني عندي خوتي قلت زعما ان شاء الله تا هما غادي يتعاونوا معايا كل واحد مشى فحالو بقيت بوحدي بقيت انا مضرو. دابا كنهود من السوق كل مره يعني البركه اللي كنجيبها الا كنصرف بها هاد العواول البركه اللي كنجيبها الا كنقدر نصرف بها هاد العواول ما ياكلوا ما يشربوا. عندي جوج العواول عندي مراه عيانه دابا فيها فقر الدم كان اللي كاري دابا يعني حتى واحد ما كيتاسف لك ولا يدوز لك خصوصا دابا السيده اللي كاري معها الموضه وكتقول لي 160 درهم انا عندي غير كابلي واحد. البارح دقت عليها قالت لي غادي نزول لك كباب انا في غادي هاد العواول لا ماشي غالباني 160 درهم كنشوف بنادم يعني انه بحال اللي تسيطر عليك كابلي واحد بومبيه وحده ما تديش حتى درهم في النار. كاينه التلفازه لا حتى شي حاجه. حتى حاجه تينا كتشوف بعينك ما عندي والو. الاتات اللي كان عندي منه جوج الحمد لله كانت الامور مسيره بقيت كنبيع علاش؟ ما خدامش كنخدم كنجلس كنضرب 15 يوم جلس ضرب شهر شهر ونص جلس. يعني الطلب اللي كنطلب انا هو نستقر في الخدمه بحالي بحال اي واحد بحال اي مواطن نستقر الخدمه ديالي عندي الصنعه ديالي يعني نستمر فيها. الخدمه اللي كندخل ليلا ما كنطولش فيها اما يجري عليك يوقع لك مرض تجلس هذا هو الدور اللي عندي دابا حاليا. ما واحد الشعاعات فتحت نهار الافتتاح ديالها مشيت لعندها قال لي زعما غادي تبدا الخدمه بديت مع الخدمه ضربت مع سيمانه خارج من الباب نوض بحال اللي قايله ضربتني حاشاك رديت راه فينا في الباب رجعت الزوجه ديالي قالت لي ما تمشيش اليوم ما تخدم قلت لها غنمشي نص نهار ما مشيتش لا غدا مشيت لعندو قال لي انا بطل لي واحد البارح راحه وتينا راحه يعني ما صالحليش عطاني الحساب ديالي قال لي في العشيه يرجع مشيت بحالي الى يومنا هذا كنهود من السوق كندبر ديك البركه كنجي بحالي بركه داش اللي غتاكل وتشرب كندبر 60 70 درهم يلا غتقدني غتجيب لي كوش غتجيب الحليب تسروا على العائله 20 درهم 25 درهم ما تاكل وما تشرب تينا المره ديالي خصها الطبيب والله ما كانت ديال الطبيب خصها دوز هاد الشراضه والله ولا ديتها. انا ماشي يعني كنهضر باني باغي المال ولا خصني شي حاجه يعني استقر في حالي بحال اي مبدي كنت بخير مع راسي ما ناقصت شي حاجه ما كيدق عليا حد ما كندق على احد كنخدم 150 130 درهم في النهار الحمد لله ميسره دابا رجعت تحت الصفر بصراحه يعني دابا انا هوت تحت الصفر ما عندي فين نزيد. الدار اللي ساكن فيها العول كيمرطولي وراك شي ورق ديال الطبيب ديال هاد العائله فين هاد الشهر اللي دوزتو هنايا كامله حموريه عينها كتحمر من وجهها مرة كينوض فيها الحرق الحساسيه كلشي كيغمل لي ديك الحوايج راه هما كاملين غاملين في هاد الدار هادي يعني بقيت كنضر بزاف. هادو الوراق التصداق ديالي ها هما فين هما شوف كيفاش رجعوها كاملين غملوا ها الورقه التصداق ديالي هادي العقد ديال الكرا اللي كنت كاري به في الاول اللي قلت لك الامور ميسره هي فين هي تشوف الثمن اللي كنت كاري في مسنانه ها ثم كتشوفوا يعني الحاله اللي كنعيش فيها العواول ها هما انا الهدف ديالي والطلب ديالي شي خدمه نستقر فيها الحمد لله كل مواطن كيشوف وكل واحد كيشوف شنو كاين راه حنايا مسلمين خوت
ما كنطلب شي حاجه، ما كنقول شي حاجه. الهدف ديالي كنتمنى نتعوض بشي خدمه نستقر فيها الخدمه ديالي، اللي نستقر فيها بحالي بحال اي واحد، الدار بحالي بحال اي واحد، اللي شي واحد يقدر يتساعد معايا في الكرا. والفراش الحمد لله ربي بنادم متعاون مع بعضياته. لا الخدمه ديالي انا هي بيتزيريا، كنخدم بيتزيريا تاكو سبانيني هامبورغيسات ساندويش سناك. هذه الخدمه تبارك الله عندي تقريبا فيها زعما 20 عام 19 عام، اذا اللي دوزت فيهم 2001 الخدمه ديالي هي هذه. ومني ما كان جلس ما كانش بار والو، كنهود من السوق نشري هذه نعاود دابا نبيع، نشري هذه ندي البركه باش نطلع النهار ديالي. يعني واخا كتوصل الصباح ما يكونش السوق، السوق كيبدا تم الاربعه العصر وفوق، تما صافي كتجي الدار اعمل هذه اعمل هذه اعمل هذه. كل مره شني كنلاقط وكنبحث، نهار اللي كنجبر الخدمه كنخدم بلا ما كنجبر راسي، كان هذه كتجيبها كنجبر الخدمه بعيده في بوخالف، كتجي الخدمه الصراحه بوخالف. كنشوف نمشي انا هذيك الترونسبورت نمشي ونجيو الوقت، راه ما نقدرش نجلس مع ولادي ساعه في المكان، خصك تنوض في 7 الصباح تمشي، غتسالي تينا حتى 8 غتجي للدار 9 9 ونص، ما تبغيش فرصه تجلس مع ولادك، خصك تنعس. هذا هو الاشكال اللي عندي. الكره في المدينه عاوتاني كتجبري 2000 درهم 3000 درهم، انا ما الجو ديالي ما قدرتش نفوت انا 90000 ما بصراحه في هذه الحاله هذه، ما كنتش نخلص يا 40000 خمس في هذه الحاله هذه حاليا باش نقدر نلقط. اما في هذه الدار اللي فيه انا وما كاين لا الدعم لا حتى واحد لهذه بصراحه، يعني كنهضر يعني ما عملت انا هذا السجوب هذا معكم الا ببساطه، يعني قادر نطيح يعني نخلي هذا الولد ضحايا وصافي الصراحه. يما وما عندي مريضه طبقه صغيره ما تقدر تخدم ما تقدر تعمل والو، انا الخدمه ديالي كنخدمها هي هذيك. يعني كاين الناس لحد انا خدمت معاهم مزيان معاهم، وكاين اللي خدمت معاهم وجراو عليا، كاين اللي ما كملتش معاهم. كتجي الصيفيه كتخدم كتخرج الصيفيه كيقول لك الله يعاون، هذه معروفه هذه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.